أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نتوقف عندما اعتبرت فضيحة مدوية فجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تسليم فرنسا للجزائر لجماجم قيل حينها إنها لشهداء مقاومين للاستعمار الفرنسي. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير صادم إن الجزائر رحبت قبل عامين بقرار الحكومة الفرنسية إعادة 24 جمجمة على أنها تعود لبعض محاربي المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الوحشي، واحتفلت باريس والجزائر بهذه اللفتة القوية كما تكتب الصحيفة. لكن الوثائق الصادرة عن المتحف والحكومة الفرنسية، متحف الإنسان في باريس والحكومة الفرنسية والتي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، تفيد بأن 6 فقط من الجماجم أو المعادة كانت لمقاومين جزائريين، أن 6 جماجم فقط كانت لمقاومين جزائريين، وأن غالبية الجماجم التي أعادتها فرنسا للجزائر تعود إلى مساجين لصوص كما حكمت عليهم فرنسا حينها، وثلاثة جنود جزائريين في الجيش الفرنسي. وأكدت صحيفة أن ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر، ولم تعترف كما تؤكد الصحيفة أيا من الحكومتين بهذه الحقائق في محاولة للحفاظ على المنافع الدبلوماسية التي جلبتها عملية الإعادة كما تكتب النيويورك تايمز. وقالت صحيفة الأمريكية إن الحكومة الجزائرية لم ترد على طلبات التعليق، وأضافت صحيفة أنه من غير الواضح سبب قبول السلطات الجزائرية لبعض الجماجم التي لا تعود لرجال المقاومة الجزائرية خاصة، وأنها كانت أي السلطات تنتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت الصحيفة أن مكتب ماكرون رفض التعليق وأعاد توجيه الأسئلة لوزارة الخارجية الفرنسية التي قالت إن عملية إعادة الجماجم تمت بموافقة الطرفين. وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة في الواقع تمت بموجب اتفاقية وقعتها الجزائر وباريس، وتضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات أصحاب الجماجم. بحجم دوي ذلك المدفع ترحيبا بجماجم شهداء الثورة الجزائرية، يرتد صدى فضيحة ذلك التسليم. ليس من بين الواصلين جماجم للمعنيين، ليسوا شهداء بل لمن هم أدنى منهم قدرا، للصوص المسجونين ومن خدموا في صفوف الاحتلال في خيانتهم للوطن. تنقل هذه البيانات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من بين 24 جمجمة، 6 فقط منها تخص شهداء جزائريين، البقية طعنة في التاريخ والقضية. المحتفلون بتلك العودة صائفة عام 2020 والجامعون لها الجموع، وقد تأتت بعد مطالبات متتالية صبت في سلة النظام المنتقد بعد تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، على أنها إنجاز لم يتأتى لغيره، ورقة كان في حاجة إليها لإشهارها كل ذلك الإشهار. لكنه كان يعلم هوية الجماجم المسجات في الصناديق المعلات. تذكر الصحيفة أن وثائق لمتحف الإنسان بباريس والحكومة الفرنسية كشفت أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية في 26 من عام 2020 تضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات. ذاك يؤكد معرفة الطرف الجزائري بالفضيحة ومرضاته أن تنسج المسرحية إبهارا لشعب متعطش لإنجاز تاريخي منتظر وتهدئة جبهة اجتماعية لم يمر كثير وقت على هدوء غليانها من بعد حراك صاخب طويل. غير مبال النظام بالإساءة التي رضي بها، تمس بتاريخ شهدائه وهو يتواطأ مع الحكومة الفرنسية وفق الإثباتات التي قدمتها الصحيفة. أكثر من ذلك، الاتفاق لا يتجاوز سنين 5، فالجماجم بقيت ملكيتها للنظام الفرنسي وعلى النظام الجزائري إعادتها مرة أخرى. الطرفان عدا الخطوة قفزة نوعية لإعادة بناء العلاقات بعد فتور ملحوظ أساءت به فرنسا للجزائريين للمرة الثانية،
بإقحام من هم دون مستوى الشهداء على أنهم رفاة مقدسة، وقد تمنعت وتتمنع عن الاعتراف بجرائمها بحق مليون ونصف مليون منهم. وبذلك يكون النظام الجزائري قد أساء ألف مرة بقبول الصفقة المخزية وإن ألبسها نثار العز. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر أستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي وسيد محمد الداوي أمين عام حزب الكرامة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. سابقا قبل أن نبدأ النقاش نتابع كلمة تبون ساعات قبل استقبال ما قيل حينها أنها جماجم الشهداء. وأبى العدو المتوحش إلا أن يقطع آنذاك رؤوسهم عن أجسامهم الطاهرة نكاية في الثوار، ثم قطع بها البحر حتى لا تكون قبورهم رمزا للمقاومة ودليلا على رفض الاحتلال، ظنا منه أن معركة الحرية والكرامة والاستقلال ستنتهي بنفيهم ومحو آثارهم، وغاب عنه أن أرواحهم باقية في وطنهم وهي الآن معنا في هذا الرحب شاهدة على هذه الوقفة التاريخية لأحفادهم. بعد ساعات ومع إطلال الجمعة المباركة ستحط بإذن الله في مطار هواري بومدين الدولي طائرات عسكرية من قواتنا الجوية قادمة من فرنسا، وعلى متنها رفاة 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم. رفاة 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم من جل مناطق الوطن مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنسان في الدفن أكثر من 170 سنة. سيد محمد الداوي، ما رأيك؟ هذا ما يقوله تبون حينها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول بالعكس أنه ليسوا كلهم 24 جمجمة لمقاومين للاستعمار الفرنسي، 6 فقط منهم. وحسب الصحيفة والوثائق التي حصلت عليها السلطات الجزائرية تعلم ذلك. رحيم أخي جمال، تحية ليك ولي الضيف الأستاذ سعد بوعقبة ولكل متابعينا على المغاربية. الرئيس تبون يعني في حملته الانتخابية قطع على نفسه أنه يحقق 54 بن، وأعتقد أنه قضية الذاكرة وإعادة الجماجم المهربة هي إحدى القضايا الحساسة بالنسبة للشعب الجزائري والتي ينبغي أنها تعود إلى الجزائر في موقعها الطبيعي. إذا تكلمنا على قضية الجماجم فهذه معروفة في التاريخ، أنه رأس النبي نبي الله يحيى أيضا هرب إلى جهة أخرى. ف يعني المستعمر في كل الدول أنه ما يحبش أنه يكونوا فيه رموز ومقابرهم معروفة، وشفناها يعني حتى مع المرحوم القذافي ومع غيره من الرؤساء الذين ما حبوش تكون مقابرهم يعني مزار ورمز في للشعوب لتلهم الشعوب في بلدانهم. فمن الطبيعي أنه المستعمر يهرب هذه الرؤوس. فقلت يعني الرئيس تبون لما قطع على نفسه أنه يعيد هذه الجماجم فتكلموا عادت 24 جمجمة، والشعب الجزائري آنذاك يعني خاصة في الشق السياسي تفاعل كثيرا مع هذا الإنجاز، لأنه يعتبر إعادة جماجم إلى مكانها الطبيعي اللي يجب أن تكون فيه وتنعم فيه يعني في أحضان شعبها وعلى الأرض التي سقوها بدمائهم ودموع أبنائهم ونسائهم. فالخرجة اللي خرجتها الآن التايمز وتقول أنه هذه الجماجم غير حقيقية، وربما يعني 6 من 24 يعني بما يمثل 25% فقط اللي هي حقيقية، احنا ما نقدروش نصدق هذا الخبر في هذا الموقف، وننتظر الجانب الرسمي الدولة الجزائرية الرسمية هي اللي تتكلم على هذا الموضوع.
ومن موقعنا احنا في حزب الكرامة أننا متعودين على أن الدوائر التي لا تحب الخير للجزائر ولا تحب الخير للشعب الجزائري دائما تشوش على أي إنجاز تحققه الجزائر، وهذا ليس في قضية الجماجم والذاكرة فقط، فهم يتكلمون على كل شيء تحق الجزائر إلا ويشككون فيه. ما مصلحة نيويورك تايمز؟ ما مصلحة نيويورك تايمز في التشكيك وتقول لها وثائق من المتحف الفرنسي نفسه ومن الحكومة الفرنسية عن الموقف الجزائري؟ تقول الصحيفة أنها تواصلت طلب التعليق من الحكومة الجزائرية ولكن لم ترد عليه، وأن الصحيفة تقول أنها اتصلت بمكتب ماكرون رفض التعليق، أعاد السؤال أو الأسئلة لوزارة الخارجية الفرنسية التي قالت إن عملية إعادة الجماجم تمت بموافقة الطرفين، والصحيفة تذهب تقول إن هناك اتفاق في 26 جوان 2020 من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هوية أصحاب الجماجم. ولكن أيضا السؤال الذي ينبغي طرحه، ما مصلحة الدولتين في الكذب؟ ما مصلحة يعني الفرنسيين لما يعطوا للجزائر جماجم غير حقيقية ليست لأبطال، بل مثل ما الروبورتاج اللي كنت نتبع فيه أنه جماجم لصوص وجنود ربما عاديين وغيرهم، ما مصلحتهم في أنهم يكذبون ويعطونا جماجم غير حقيقية؟ صحيفة نيويورك تايمز تقول، أقرأ عليك حرفيا ما تقوله، أنه ملكي أنه تقول لم تعترف أي من الحكومتين بهذه الحقائق في محاولة للحفاظ على ما تسميه المنافع الدبلوماسية من عملية الإعادة، يعني حينها قدمت على أنها إنجاز كبير، يعني كنت تشير إلى تبوني وكنا نسمع ما يقوله تبوني. احنا لحد الآن كفاعل سياسي في الساحة نقوله باللي هذه الجماجم، هي إعادة هذه الجماجم هي جماجم حقيقية لأبطال، وهي تعتبر إنجاز، وأنت تعرف ملف الذاكرة أخي جمال والجميع يعرف ملف الذاكرة في الجزائر وحساسيته، حتى أنه بعد تقريب 60 سنة من الاستقلال الآن باش ولات عندنا قناة للذاكرة ويتبعوها كثير من الجزائريين اللي يعرفوا عن طريقها أخبارهم. فرنسا يعني ما فعلت الخير في الجزائر، طيب. سواء عن طريق ما فعلته في رقان من تفجيرات، عن طريق الألغام اللي الآن هي تحصد أرواح أبرياء، لحد الآن ما زال أبرياء شرقا وغربا على الحدود يموتون، وبالتالي فنحن نتعامل مع هذا الملف وفق الرواية الجزائرية. طيب. ولكل حادث حديث. يبقى معنا أستاذ سيد وستوضح. يبقى معنا سيد محمد الداوي. أستاذ سعد بوعقبة ما رأيك؟ رأيي في إيه؟ رأيك في سمعت ما يقوله أستاذ محمد الداوي، نيويورك تايمز تقول أنها تصف بأنه الإعادة المعيبة، طبعا كثيرون اعتبروها فضيحة مدوية. هذه إحدى نتائج الاندفاع نحو الماضي من طرف السلطة والتخفي وراء الماضي من أجل مكاسب، كما سمتها نيويورك تايمز مكاسب دبلوماسية زائفة. نحن لما نقول باللي الدبلوماسية الجزائرية راهي في الحضيض، هم يقولوا راها في القمة. إحدى إخفاقات المدوية مثل هذه القضية. أين السؤال اللي تطرح؟ إذا كانت يا أخي الروفات عليها أسماء مليها والأسماء هذه عندها عائلات في الجزائر، لماذا السلطة في الجزائر ما قامتش بواجبها وقامت بإجراء التحاليل تاع الديان وتعرف لكان هذا كاين منها ولا لا؟ أليس هذا تقصيرا من الحكومة الجزائرية؟ ثم متى كان الاستعمار يمكن يعطيك الأمور حقيقية بما يخص تاريخه في الجزائر؟ كان المفروض، وهذه مقدمة تضع موضع تساؤل، كل الشيء اللي راه تدير به الحكومة الجزائرية مع الحكومة الفرنسية من أجل إعادة كتابة التاريخ بناء على الرواية الفرنسية. هنا بيضي هذا البرنامج تاع كتابة التاريخ وبناء فكرة الذاكرة على عند فرنسا من حقائق، هو عملية تزوير للتاريخ، وعلى البلاد أن تضع علامة استفهام كبرى على هذه القضية وأن تكف عن عملية الزج بالجزائر في متاهات التاريخ التي تصنعه فرنسا. هذا من جهة. من جهة ثانية،
إذا كان الرئيس الفرنسي، ولا أعتقد أن الرئيس الفرنسي لم يكن على علم بما كتبته نيويورك تايمز حقيقة، وإذا كان على علم بالقضية وسمح بمثل هذه الأمور بالنسبة للجزائر فهي كارثة، وإذا كان الرئيس الجزائري خدع ولم ينتبه، لا هو ولا مستشاريه ولا الدبلوماسية الجزائرية ولا المؤرخين، فهي كارثة أيضا أخرى ينبغي أن تطرح. أما إذا كان الأمر يتعلق بصفعة أرادتها الحكومة الفرنسية للجزائر اللي رفضت لها رفع نسبة بيعها الغاز، إذا كان هذا التسريب تم الإليزي من نيويورك تايمز من أجل توجيه صفعة للجزائر، قال مستعد نخلط عليك حتى في البرنامج اللي تبني عليه سياستك الداخلية والخارجية في الظرف الحالي، فهو مصيبة في العلاقات الثنائية. وإذا كان تشويش من الأمريكان على العلاقات الجزائرية الفرنسية اللي ظهرت في المدة الأخيرة فهي مصيبة أخرى. أين هي الدبلوماسية وأين هو الأمن اللي عنده يجب أن يكون عنده قرون استشعار الخطر قبل أن يقع؟ أين هي هذه الأمور، هذه المسائل التي البلاد هذا لا دبلوماسية ولا أمن يبنيه في سياسة على برنامج غير موجود، على الهف السياسي وعلى الهف التاريخي وعلى الفساد اللي استشرى في داخل البلاد. هذه الحقائق اللي لازم يعرفوها الجزائريين، والكف عن العبث حتى بالتاريخ تاع الجزائريين، وبناء الماضي بناء على يعني العبث بالحاضر بناء على تثمين الماضي هو خطأ. حتى الشهداء نفسهم لو كانوا حيين كانوا يرفضوا هذا الأمر. نحن نريد حاضر عظيم، وهل إن كان حاضرنا شقيا نسود بكون ماضينا سعيدا؟ لا أبدا، لا بد أن يكون حالنا الحاضر هو الأساس وليس الماضي. وهنا الاندفاع نحو الماضي تعبت به فرنسا كما عبثت كما راها تعبت بنا الآن، هذا هي الحقيقة اللي لازم يفهموها الناس. طيب طبعا أستاذ سعد بوعقبة، نسمع الآن كلمة رئيس أركان الجيش خلال استقبال الجماجم في شهر جويلية 2020. إنه يوم استقبال العظماء الذين صنعوا مجد الجزائر. العزة كل العزة للوطن، والمجد كل المجد للشهداء. ها هو حلم الشهداء يتحقق، ها هم الشهداء يعودون هذا اليوم إلى أرضهم الطاهرة الجزائر التي سقوها بدمائهم الزكية. وهي مناسبة تاريخية، يشرفني باسم السيد رئيس الجمهورية أن أقول هذه الكلمات تمجيدا وتخليدا لهذا اليوم الأغر، مناسبة استقبال رفات وجماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة، وهم دفعة أولى. انضم إلينا الآن في النقاش أنيس القامة، الناشط في الجالية الجزائرية في فرنسا. ما أصداء هذه الفضيحة المدوية كما وصفت أنيس القامة في باريس وفي فرنسا؟ ألقى عليكم السلام، سلام لكل المشاهدين والضيوف الكرام وكل طاقم المغاربية. يعني حول هذه القضية تاع الجماجم، و يعني ما بدأتش في 2019. الناس سمعت يعني أحد الضيوف الكرام قال أنه هذه إنجاز من إنجازات عهد تبون. في الحقيقة هو أول شخص لاكتشف هذه الجماجم ما كانش في الدولة الجزائرية، ولم يكن في إطار بحث رسمي للدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية. كان في 2010 هذا أستاذ علي بالقاضي وهو مؤرخ، مشى وراح لباريس إلى الموزي دولوم، إلى متحف الإنسان، واكتشف هذه الجماجم. و من بعد ذلك بدأوا الناس يتكلموا في إطار حكومي أيضا منذ 2010 على مسألة هذه الجماجم
للمقاومين الجزائريين، وهي ليست مسألة يعني معزولة على كل المسائل المتعلقة بالاستعمار الفرنسي في العالم، لأنه في الموزي دولوم يعني في متحف الإنسان في باريس هناك جماجم أخرى لمقاومين إفريقيين من غرب إفريقيا، من جنوب إفريقيا، من كل أماكن من إفريقيا وحتى من كاليدونيا ومن جهات أخرى في العالم، يعني مستعمرات فرنسية. والضغط المجتمع المدني في الخارج والمجتمع المدني الإفريقي، يعني كل الجمعيات للجاليات الإفريقية الكامرونية والسنغالية وإلى آخره، هي لدفعت الدولة الفرنسية كي تقوم بهذه التسليمات، يعني هذه الجماجم. رأينا أنه أيضا سلموا سيف تقليدي، يعني سيف لأحد ملوك السنغال، سلموا أيضا يعني أتواج أيضا للبنين، أظن أن البنين في غرب إفريقيا، وأيضا في مدغشقر سلموا بعض. ماذا الحال؟ حالة نركز على الجزائر الآن. يتم يتضح أن هذه الجماجم التي تم تسليمها إعادتها للجزائر في النهاية ليست لمقاومين ستة فقط من معركة من مذبحة زعاتشة كما تذكر حتى صحيفة نيويورك تايمز، وإنما الستة فقط من هؤلاء، بل من الجماجم من قدموا على أساس أنهم لصوص كانوا في السجن، ثلاثة من كانوا في الجيش الاستعمار الفرنسي من الجزائريين. ما دلالات أن تفجر الفضيحة صحيفة أمريكية، صحيفة نيويورك تايمز؟ ربما كان يمكن التستر عليها من الإعلام الفرنسي، أم أن هناك صحف أخرى معروفة بفضح مثل هذه الأشياء في فرنسا وأصداء هذا التفجير لهذه الفضيحة في باريس؟ أنيس القامل لو سمحت. أنا نظن أنه ما كانش فيه خلفيات جيوستراتيجية في هذا المسألة هذه، يتضح أنه كان فيه خطأ من الجهة الفرنسية، ولكن نحن الدور تاعنا هو دائما ناخذ المسؤولية تاعنا. الدولة الجزائرية ما كان دورها، ماذا كان دور الدولة الجزائرية في التحقيق من هذه الجماجم؟ لماذا ننتظر صحيفة نيويورك تايمز اللي هي في آلاف الكيلومترات في نيويورك كي تكتب على هذه المسألة؟ علاش ما بعثناش يعني جزائريين يحقوا مختصين في الأنثروبولوجيا وفي التاريخ يحقوا في فرنسا قبل ما بعثوا هذا الجماجم؟ صحيفة بالمناسبة تقول حرفيا أنيس القامة أنه الموافقة على هذا التسليم جاء في 26 باتفاقية في 26 جوان 2020، وتضمن ملحقا من أربع صفحات يوضح بالتفصيل هوية أصحاب الجماجم. تم الاتصال بالرئاسة الفرنسية، رفض ماكرون تعليق أحال الصحيفة إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية قالت بأنه التسليم تم بالاتفاق بين الطرفين، يعني السلطات الجزائرية تعرف هوية هؤلاء كما تكشف نيويورك تايمز. يتضح أن هذا كان خطأ وكان غلط من طرف اللجنة اللي تكلفت بهذا الملف هذا، ونعرفه من بعد وش اللجنة اللي تكلفت بهذا الملف، وهذا ليس أول خطأ اللي قامت به الدولة الجزائرية في ملف الذاكرة عامة، لأنه في إطار العمل اللي قاموا به على الذاكرة الجزائرية الفرنسية والاستعمار الفرنسي في الجزائر قاموا بلجنة واسمها لجنة ستورا شيخي، وعينوا بنجامان ستورا اللي هو مؤرخ فرنسي مختص في تاريخ الجزائر، وعينه شيخي اللي هو أستاذ ولكن في الجزائر. أعذرني أنيس القامة، هل هو خطأ أم أنه السلطات الجزائرية تعرف أنه ستة فقط مقاومين وأنه مضت في الأمر في إعطاء فقط على أساس أنه إنجاز وتمت إعادة رفاء أو جماجم المقاومين؟ لا، نظن أنه خطأ، نظن أنه كان خطأ في التحقيق وما قاموش بالتحقيق، لأنه العمل في الإطار ملف الذاكرة الجزائر لم تقوم به بطريقة جادة. لذلك ذكرت ملف التقرير اللي كان راح يديره الشيخي وستورا. ستورا كتب من جهته التقرير وشيخي ما كتب حتى حرف على التقرير على الذاكرة الجزائرية الفرنسية، يعني العمل ما ياخدوش بعين اعتبار وما ياخدوش بجدية. طيب، يبقى معنا أنيس القامة، انضم إلينا في النقاش الآن من باريس الأستاذ صادق سلام الكاتب والباحث في التاريخ. أستاذ صادق سلام، ما رأيك؟ فضيحة مدوية، خطأ، أم ماذا؟ هذه علامة نقصان في الدقة في
التعاطي مع ملف الذاكرة ونقصان الدقة هذه علامة عدم جدية، خاصة في ملف هذا اللي هو حديث مع أن فيه مطالب يعني قدمت منذ 1960 ما زالت عالقة، وجاء شبه ارتجال إدمان هذه قضية الجماجم عندما بصدفة أحد الباحثين الجزائريين اللي كان في تربص في باريس في متحف الإنسان هذا واكتشفهم، وكان من حقه ومن واجبه أن يعرف بهذا، ولكن كان ضروري أن ندمج هذا الملف ضمن الملفات الأخرى ثم نجعل منه أولوي، فهذا جاء على حساب الأولوية الأخرى، مثلا أولوية الملف المفقودين في عشرات، ولكن الضباط الكبار الرموز تاع الولايات اللي مازال رفقائهم في الدرب يطلبون إلى يوم هذا معرفة مكان دفنهم، وأخص بالذكر العقيد محمد بوغارا اللي عنده سمع كل جيش تحرير وخاصة في الولاية الرابعة، رئيس المخابرات عندما بعد معركة 5 ماي 1959 قال بما كتبه فيما بعد، اعترف بأنه هو نقل جثمان العقيد سي محمد، وأشاع الخبر بأنه قتل من طرف زملائه حتى يثير نعرات وبلويت يعني من نوع جديد، إلا أن العملية هذه فشلت. الخلاصة أن العقيد جاكا يعرف أين وضع هذا الجثمان. طيب. فالمؤسسة الولاية الرابعة تكتب منذ 81 لسيد ميترا، عندما لا يرد يكتبوا المدام ميترا اللي كانت عندها فرانس ليبرتي هذه جمعية إنسانية لم ترد، وكذا مع سيد شراك وزوجته. فعندما ندخل قضية الجمادم هذه بشبه ارتجال هذا يكون على حساب هذا الملف اللي عنده أولوية، وهذا كان من إدخال الجماجم هذه، مع العلم أن الدقة في هذا المجال يعني صعبة جدا، فيه نقصان في الدراسات التاريخية. طيب في الدراسات التاريخية تقول نيويورك تايمز تشير أنه هذه الجماجم المفروض على أساس أنها لمقاومين في النهاية ما انتهت مذبحة في 1919 وشيخ بوزيان حينها، وحديث عن مذبحة استشهد فيها 800 من الجزائري حينها وقطعت الرؤوس، في النهاية لم يتم كما تقول صحيفة نيويورك تايمز تحديد إلا 6 مقاومين، بينما الباقي من 24 جمجمة لمن اتهموا بالسرقة، 3 جزائريين كانوا جيش الاحتلال الفرنسي. كيف يمكن تفسير هذا؟ نيويورك تايمز تقول بأنه السلطات الجزائرية حسبها على علم بأن هناك اتفاق وقائمة قدمت لها. عندما يعني الخبراء يقولوا ما فيش يقين، هو الأحسن تأجيل هذه القضية ريثما تكون عندنا معلومات أدق، ولكن فيه استعجال لأن عودة الجماجم هذه يعني تكون عندها تغطية إعلامية وفي المطار وإلى آخره، والكلام عليها هذا من أجل الاستهلاك الداخلي، ويدخل في باب توظيف الذاكرة لأغراض أخرى. والخطأ الآخر هو إدماج ملف الذاكرة بين كل الملفات في العلاقات الثنائية بما إنها الغاز والتعاون الأمني في إفريقيا ومقاومة روسيا، هذا خطأ. الملف الذاكرة يعتبر مقدس بالنسبة للجزائريين، كل عائلات عندهم شهداء عندهم مفقودين. عندما نتكلم على جماعة هذو اللي جاء المؤرخين يعرفوا أن 400 من مساعدين الحاج أحمد باي عندما وقفوا القتال جابوهم كسجناء في قرب مدينة كان وماتوا هناك، أين جثمانهم؟ لماذا
الحكومة الجزائرية لا تطالب بمعرفة هؤلاء، مازال أحفادهم يتصلوا بي إلى يومنا هذا ويبحثوا على الأماكن. فالخطأ هو إدماج هذا الملف بارتجال كامل يؤدي إلى هذه المبادلة هذه نتاع اللي يجيب صعليك يعني تجيب الجماجم تاعهم وتقول هذو أبطال وزعماء إلى آخره. فالتسرع في هذا المجال يؤدي إلى مثل هذا المهزلة يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك صادق سلام الكاتب والباحث في التاريخ. نعود ونسمع الآن كلمة وزير المجاهدين خلال استقبال الجماجم. وأبى العدو المتوحش إلا أن يقطع آنذاك رؤوسهم عن أجسامهم. هذا الإنجاز التاريخي الذي سيخلد في سجل الإنسانية جمعاء، كما سجل التاريخ اليوم، كما سجل التاريخ اليوم في صفحاته الناصعة هذا المسعى النبيل لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفاء للعهد وحفاظ لذاكرة الأمة وصونها. شكرا لكم سيادة الرئيس. سيد محمد الداوي يعود إليك. هذا الإنجاز التاريخي في النهاية لستة جماجم فقط. أستاذ جمال، والله أنا لما نسمع هذا الكلام كأنه هذه التايمز الجريدة هذه كأنها يعني قرآن منزل وكأنه كلامها صحيح. أنا لا أعتقد أنه السلطات الجزائرية بمستوى هذه السذاجة لكي يمرر عليها ملف مثل هذا. أنا متأكد بأنه مصالحنا المتخصصة سواء مصالحنا الأمنية أو مصالحنا الصحية أو جيشنا وكل الناس اللي عندهم علاقة بالملف هذا راهم بالنباهة والذكاء من مكان بأنهم ما تمرش عليهم قضية مثل هذه. فالتحليل تاع الأديان هو أقل شيء يمكن القيام به. ثم إذا افترضنا أنه من بين 24 فيه 6 مقاومين فقط، فالجماجم الأخرى هي لجزائريين. إذا كانت السلطات الجزائرية يعني على علم أنه من بين 24 فيه 6 فقط، فنحن نعتز بأنه حتى جمجمة جندي بسيط أو جمجمة أي جزائري موجودة في فرنسا ما نبغوهاش تكون في فرنسا، نبغوها تكون في الجزائر. بل أكثر من ذلك، إحنا لو كان الفرنسيين أخذوا منا حجر أو أخذوا منا حديدة، ماذا بينا هذا الحديدة وهذا الحجر يعود إلى الوطن نتاعنا. أنا لما قلت أنه هذه إحدى الالتزامات اللي التزم بها الرئيس تبون، وأنا أشكر الأستاذ الأخ اللي قال أنه الأستاذ قاضي هو من أول من اكتشفها، فهذا شيء جميل أنه إذا كان أستاذ جامعي جزائري اكتشف هذا الموضوع والسلطات الجزائرية التقطت الكلمة نتاع الأخ هذا الأستاذ الجامعي وعملت عليها، وين راه المشكل؟ فأنا أظن أنه أعداء الجزائر كثر سواء في فرنسا أو في اللوبيات الموجودة في أمريكا وفي غيرها، لأن الجزائر الآن محسودة على كثير من المواقف اللي راهي تقوم بها، بالخصوص في الدبلوماسية اللي راهي يعني شرقا وغربا الحمد لله استطعت أنها تعيد بريقها ولمعانها، تعيد للجزائر اللي كانت رائدة في هذا المجال. فهذا يعني نيويورك تايمز تتآمر على الجزائر تحصل على وثائق من المتحف الفرنسي ومن السلطات الفرنسية موثقة لكلامها، تتآمر بهذا التقرير في رأي؟ لا، أنا أقول كثير من اللوبيات الغربية الآن، أمريكا شفنا في الأسبوع اللي فات 26 سيناتور بدأت بسيناتور واحد ولحقنا 24 سيناتور اللي بدأ يشوش ويطلب العقوبات على الجزائر، هذا بدافع من لوبيات صهيونية وغيرها. في فرنسا فيه كثير من اللوبيات في فرنسا التي لا تريد الخير للجزائر وتريد التشويش على السلطات الجزائرية وتريد التشويش على أي إنجاز. أنا أعتقد أنه لما يتكلم رئيس الجمهورية ويتكلم قائد الأركان ويتكلم وزير المجاهدين، هل كل هؤلاء أننا نرمي كلامهم في البحر ونقول باللي هذا ليس إنجاز وهذا ما كان حتى شيء؟ نحن في حزب الكرامة نصنف هذا التشويش اليوم أنه فقط أنهم يريدون أن يشوشوا، يريدون أن يسمموا العلاقة بين الرئيس وشعبه، يريدون أن يقزموا الإنجازات. فهذا الشيء لأنه مش بريء،
سواء كانت تعلم السلطات الجزائرية أو لا تعلم. أنا قلت لك أنه حتى وإن كانت السلطات الجزائرية تعلم أنه فيه 6 فقط من القيادات البارزة في الثورة والباقي هم جزائريون، طبعا حتى صحيفة نيويورك تايمز تقول أنه لم يتم تحديد الهوية، يعني تقول أن بينهم من أدينوا في قضايا لصوصية. وبالمناسبة الموضوع أثير من قبل حتى حول هوية هؤلاء هذه الجماجم في هذا المتحف من مسؤولين ومؤرخين فرنسيين. أستاذ جمال، فرضاً أن الكلام تاع الطايمو صحيح، نفرض أننا استرجعنا 6 جماجم فقط، لنفرض أننا استرجعنا 6 جماجم فقط وفيه دفعات أخرى للجماجم الأخرى اللي هي موجودة في متحف الإنسان بفرنسا. الآن الملف العلاقات بين فرنسا والجزائر شائك جدا، والجميع يعرف أنه فيه أخذ ورد، فيه أيضا استراتيجية. جاءت الحكومة الفرنسية، وزيرة الحكومة الفرنسية مع 16 وزير جاءوا الأسبوع اللي فات من أجل ملفات أخرى، من أجل أنهم يكسبوا نقاط لصالحهم ولصالح الوضع المتردي أو المتأزم اللي يعيشوه سواء في الاقتصاد وفي الطاقة وفي غيرها. فبالتالي هذا الكلام اللي نسمعوه الآن إيه إطار، إحنا نشوفه بأنه نفرض أنه جاءوا 6 جماجم فقط، فنعتبره إنجاز. طيب لماذا لماذا الكذب؟ لماذا الكذب الآن والقول بأنه 24 إذا كان يعرفون بأنهم 6 فقط؟ لا، هنا السؤال. لا أنا أقول لك ليس كذبا. هو الرئيس، أنا قلت لك هذا كلامي، أنا قلت لك فرضا لنفرض أنهم كانوا 6، ولكن السلطات الرسمية في الجزائر وما عندها المصالح نتاعها وعندها المصالح المتخصصة والمصالح التي من المؤكد أنها راحت وشافت وقامت بتحاليل لكي لا يضحك علينا الفرنسيون. أنا متأكد، قلت لك أنا متأكد. طيب جميل. أستاذ سعد بوعقبة، ما رأيك؟ أستاذ سعد بوعقبة، سيد محمد الداوي متأكد يعني هذا ليس منطقيا أنه لم يتم معرفة فعلا هويات هؤلاء، وإنما ربما هناك لوبيات ومؤامرات، يقول سيد محمد الداوي. السؤال اللي تطرح عليه دائما الجزائر الموضوع للمؤامرات يتأمروا عليها الناس، علاش هي ما تأمرش على الناس الاخرين؟ لماذا نحن دائما ضحايا للمؤامرات؟ لماذا دائما العدوان يقع علينا؟ لماذا لا نعتدي احنا على اخرين؟ أليست لنا امكانيات؟ والذكرى 17 اللي فاتت شفنا كيفاش كي كنا ثوره ماناش دوله كيفاش تعمرنا على فرنسا داخل فرنسا نفسها في 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 في, في وارمات جزء من شعبنا في السان في 17. علاه لما كنا دوله كنا نقود الناس من نيفها؟ علاه لما اصبحنا كنا ثوره كنا نقود الناس من نيفها، ولما صرنا دوله ولا الناس يلعبوا بينا بالشكل هذا؟ علاه؟ لان السلطه تخلط بين استغلال الماضي التاريخي المشرق للتغطية على إخفاقات في الحاضر. هذه القضية أساسها هو ضرب المشروع تاع السلطة القائمة الآن المبني على ما يسمى بالذاكرة في علاقتنا مع فرنسا. يا أخي، علاقتنا مع فرنسا لا ينبغي أن تكون الذاكرة هي الأساس تاعها، لا ينبغي أن تكون العلاقات الحاضر الاقتصادي والعلاقات الإنسانية الجارية الآن. وأنا نضرب لك مثال، كثير من الجزائريين في فرنسا الآن حوالي 8 مليون جزائري، يقول لك إذا الجزائر ما تبيعش لفرنسا الآن الغاز بالسعر المطلوب المرتفع، متى تبيعه؟ تبيعه كي 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 عاود كي كان كي كان كي كان طايح هي اللي تبيعه. مصلحة البلد تقتضي أنه لما طلع السعر الآن هو اللي يبيع الغاز، موش حتى تستنى حتى يطيح باه تبيعه. المصلحة الوطنية تقتضي هذه، المصلحة تاع البلاد تقتضي هذه. أيضا كثير من الجزائريين في فرنسا يقول لك تم الملايين الجزائري وفرنسا تشري 8% من احتياجاتها من الغاز من الجزائر. هذا حق الجزائريين اللي في فرنسا في الغاز الجزائري. يعني حتى لو كان المفروض مثل هذه القضية تدرس
لأن لو كان جات تدرس في مؤسسات ما يتم بواسطة ناس ما يعرفوش قوعه من بوعه موجودين في الدبلوماسية وموجودين في مفاصل الدولة هما اللي قرروا مثل هذه الأمور. لو كان تطرح في مؤسسات كان هذا الطرح اللي يطرحوه الإخوان المهاجرين اللي يقول لك احنا حتى احنا عندنا حق في حتى اذا كان 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 كانت فرنسا طلبت 8% من الغاز تاعها انها تدي من الجزائر احنا رانا عايشين في فرنسا على الاقل من الناحيه الانسانيه هذا واجب ايضا. يعني هذه الحكايه تاع سوء تسيير البلاد ماهوش فقط في الذاكره راهو موجود في كل مفاصل البلاد راهي ضيعه موجوده. لما نسمع الناس يقولوا باللي الان راها حرب حقيقيه لاسترجاع الكرامه للجزائريين. طيب اذا كان الجزائريين بلا كرامه وجيب لهم الكرامه شكون نحال من الكرامه هذه؟ الناس ما تعرفش واش تقول. شكون نحال الكرامه للجزائريين وترجع الكرامه للجزائريين ممن تسترجعها؟ قل لي ممن تسترجعها؟ هل نحاها من الاستعمار اللي كان سابق؟ يعني فعلا الناس ما تعرفش واش نسيها السلطه هذه اللي تحكم شعب بلا كرامه؟ لماذا هذه السلطه تشتم الجزائريين في 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 مؤسسه تحكم اللي هي اللي العداله؟ علاش تقول الجزائريين بلا كرامه؟ طيب الجزائريين بلا كرامه حتى ترجع لهم الكرامه. سنحاول العوده اليك استاذ سعد بعقبه، فاصل قصير ثم نعود لمتابعه النقاش. أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة نتوقف فيها عندما اعتبرت فضيحة مدوية فجرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تسليم فرنسا للجزائر لجماجم، قيل حينها أنها لشهداء مقاومين الاستعمار الفرنسي 24 جمجمة. في النهاية تقول صحيفة نيويورك تايمز حسب وثائق حصلت عليها من متحف الإنسان ووثائق من السلطات الفرنسية أنه في الحقيقة 6 مقاومين فقط، بينما الباقي لمن اتهموا بسجناء اتهموا بسرقة، وأيضا لثلاثة جنود كانوا في الجيش الاستعمار الفرنسي من الجزائريين حينها. أنا أعود إليك أنيس القامة، طبعا كان يتم الحديث عن الذاكرة. ماكرون عندما هاجم ما وصفه النظام العسكري السياسي الذي عالق فيه تبون وقال بأنه يتاجر أو يقوم بريع الذاكرة كما وصفها حين، كيف يمكن وضع هذا الكلام في سياق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز؟ كرون تقد بشدة النظام الجزائري، ولكن نرفض الجزء الآخر اللي يتكلم فيها لا أشكك في الأمة الجزائرية وبعدها التاريخي، ولكن حقيقة ما رانش ندافع على ماكرون ولا نقول أنه عنده الحق، ولا حقيقة النظام الجزائري هو نظام عسكري، هو ديكتاتورية عسكرية التي يعني زعزعت من طرف الحراك السلمي. ولكن في سياق هذه القضية كما قلت من قبل، هذا ليس إنجاز من طرف الدولة الجزائرية. فرنسا تسترجع جماجم وتسترجع الكثير من الأشياء للدول التي كانت تستعمرها من قبل، ولذلك ذلك بفضل الضغط الجمعيات اللي موجوده في الخارج وموجوده في فرنسا، الجاليات يعني الافريقيه خاصه، ويعملوا كثير في هذا الملف. فيما يخص نيويورك تايمز، احد الاخوان الافاضل تكلم على نيويورك تايمز وممكن يكون فيها لوبيات. نعم ممكن انه يكون ضغط ولوبيات على الصحف الامريكيه، ولكن نتكلم على نيويورك تايمز اللي هي افضل صحيح ربما في العالم، وهناك ناس يعني مهنيين عندهم ضغوطات من طرف اللوبيات، من كل اللوبيات الأمريكية. ولكن أنا نظن أنه إذا كانوا
إذا كانت رغبتهم ضرب النظام الجزائري فلديهم في أمريكا وسائل لتعطيلهم معلومات لتقدر تفضح الجنرالات تاوعنو تقدر تفضح تبون وعندهم معلومات عليهم، ولاش ما يفضحوش قضية أكبر من هذه؟ ولاش يروحوا في قضية يعني تقنية صغيرة حول بعض الجماجم؟ انتقد أيضا الشعبوية اللي استعملوها والاستعمال التاريخ للنظام الجزائري وتضخيم هذه المسألة وجعل أنه هذا النظام هو اللي يسترجع الكرامة للجزائريين. الكرامة للجزائريين ما استرجعوهاش بهذه هذا التضخيم حول التاريخ أو الالتفاف حول القضية اللي هي قضية كل الجزائريين. ما نرجعوش الكرامة للجزائريين باستغلال التاريخ كما أيضا بعض الناس أيضا تستغل الدين. كاين الناس اللي يستغلوا التاريخ وما يسمى بشرعية ثورية وتاريخية. نسترجع كرامة الجزائريين لما نعمل بجدية ولما نكون في إطار دولة قانون، لما القانون يحترم، لما نطور الاقتصاد، لما نستثمر في ذكاء الجزائريين وفي صحتهم وفي عيشهم، ولما نتخلى يعني من هذه الشعبوية ومن هذا الاستغلال للتاريخ. وراني موافق للإنسان اللي تكلم من قبل، يعني الشخص اللي تكلم من قبل وقال أنه لازم نخرجوا ملف الذاكرة من الملفات الأخرى. حقيقة أنا قلت من قبل في المرة يعني في الحصة اللي فاتت أنه القضية الاقتصادية والمصالح الاقتصادية لازم تكون خارج كل الاعتبارات التاريخية. ملف التاريخ من جهة، كلنا نعرف أن استعمار الفرنسي دمرنا ودمر كل العائلات الجزائرية، وأنا شخص اللي عندي جدي الله يرحمه قتل من طرف اللي كان في الأفلام، قتل من طرف الاستعمار الفرنسي، وكل عائلات الجزائريين عارفين أن الاستعمار دمرنا. ولكن إذا كان ولكن هنا صحيفة نيويورك تايمز يعني تتساءل أنه لماذا قبلت عن سبب قبول السلطات الجزائرية لبعض الجماجم التي لا تعود لرجال المقاومة الفرنسية، خاصة سيد محمد الداوي. والسؤال إليك أنها كانت تنتقد الرئيس الفرنسي كما تكتب الصحيفة نفسها إيمانويل ماكرون. ماكرون طبعا حينها كانت على خلفية أيضا علاقات لم تكن بتلك الحرارة كما هي الآن. أستاذ جمال، لم أسمع السؤال جيدا. صحيح صحيفة سؤال، أعيد السؤال. صحيفة تتساءل عن سبب قبول السلطات الجزائرية لبعض الجماجم التي لا تعود إلى مقاومين الاستعمار الفرنسي، خاصة كما تكتب الصحيفة أنها كانت تنتقد ماكرون. ماكرون الذي وصف النظام الجزائري بأنه نظام عسكري سياسي تبون عالق فيه ويتاجر يعتبر الذاكرة ريعاً. أستاذي الكريم، أنت تعرف أن السياسة على هذا المستوى هي أخذ ورد. ماكرون قال هذا الكلام في حملته أو عشية الانتخابات، بالضبط عشية الانتخابات الرئاسية في فرنسا كان يقول هذا الكلام، وكان ينتقد في الرئيس تبون، وكان يقول باللي راه رهينة العسكر وكذا وكذا، وقال كلام كثير. والرئيس تبون يعني بكل التحفظ رد عليه في جزئية معينة، ولكن مباشرة بعد نجاح ماكرون تكلم كلام على الجزائر وأصبحت قبلته الجزائر، وتكلم كلام جميل في الرئيس تبون وقال هو رئيس حكيم وهو كذا. وهذا الكلام احنا لا نثق في هذا الكلام، لأنه نعرف السياسة قضية مصالح، هم يتبادلون هذه المصالح، الفرنسيين يتبادلون هذه المصالح. أما في قضية الذاكرة العام والخاص، يعرف أن الذاكرة أنها حساسة لدى الجزائر، حساسة لدى الشعب الجزائري، حتى رئيس ما يقدر يقفز على آلام الذاكرة وقضية تصحيح الوضع. وأنا سبق لي أنني قلت لكم هنا عن المغاربية، قلت أنه للأسف في وقت سابق قبل 2019 وعلى ما أظن في 2012 وزير خارجية البرلمان الفرنسي عفوا دار قانون تجميد الاستعمار ومرر في البرلمان الفرنسي. فلما أراد النواب، وكنا احنا نواب الكرامة، كنا من بين 232 نائب ما نمثل نسبته 70% من نواب البرلمان، درنا مشروع قانون من أجل رد
رد الصاع صاعين ودرنا قانون تجريم الاستعمار. للأسف كان وزير الخارجية الفرنسي في تلك الفترة كان في الجزائر وتكلم وقال لن يمر هذا القانون بكل تبجح وبكل تحدي لكل السلطات الجزائرية. وطمن الفرنسيين هنا من الجزائر طمنهم بأن هذا القانون لن يمر، وفعلا لم يمر ذلك القانون. أنت تقصد حينها كوشنير الذي تقصد حينها كوشنير، وربما هذا مؤشر على العلاقة، كوشنير الذي تحدث عن وزير المجاهدين حينها، والذي يقال وزير المجاهدين أنه يقيم الآن في فرنسا وزير المجاهدين الجزائري، وقانون تجريم الاستعمار لم يمر عبر البرلمان الجزائري، أعيد طرحه مؤخرا على أساس من أحد نواب حمص، ولكن مرة أخرى لم يمر. إذا كان الكلام عن تجريم الاستعمار الفرنسي، ما الفرق بين الجزائر القديمة والجزائر الجديدة سيد محمد الدام؟ نبدو أننا فقدنا السيد محمد الداوي. سيد سعد بوعقبة، ما رأيك في هذا، في هذا النقاش؟ فاش في تجريم الاستعمار وما كان يطرحه السيد محمد الداوي وقصة ريع الذاكرة. هادو النواب اللي داروا قانون تجريم الاستعمار ورفضوا لهم الرئيس، على بقاو يشيتوا للرئيس ويقولوا له راك الرئيس الوحيد في البلاد، كيما راهم يشيتوا للقائم الان. المساله كان المفروض كانوا يمثلوا حقيقه الشعب، كانوا يرفضوا ويستقيلوا ويخرجوا من البرلمان ما دام رفضوا لهم بهذه النسبه 270، يرفضوا لهم قانون 270 وهما يمثلوا الشعب، لانهم فعلا ما كانوش يمثلوا الشعب، لانهم فعلا كانوا نواب الكوطة، لانهم فعلا كانوا نواب الشكاره تاع الحليب تاع 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 الرشاوي، لانهم فعلا كانوا نواب تاع الجهويه وتاع الزبائنيه وتاع الشتاء، ما كانوش نواب تاع الشعب الجزائري. لو كان كانوا شعب نواب تاع الشعب الجزائري كيما نواب فرنسا داروا قانون تمجيد الاستعمار، كانوا هما وسي يديروا قانون تجريم الاستعمار ويفرضوه على الحكومه الجزائريه، ولكن لم تكن لا الحكومه الجزائريه ولا النواب الجزائريين عندهم مستوى. هذه الحقائق اللي لازم يقولوا. وانا اتكلم هنا وانا واحد ما يزيد عليا، لان اوديبار سفير فرنسا الراحل اللي مات في 85 اتصل بيا وقال لي نعرفك تروح لفرنسا على زياره يتهلاو فيا. قلت له نروح لفرنسا على حاجتين فقط اذا نظمتهم لي، قال لي اما هما. قلت له تحوس لي على الافياتور تاع البي 26 يضربني وانا طفل في 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 منطقه زردازه والاثار تاعها ما زالت في راسي، نسالوا سؤال واحد، علاه ضربني بقنبله وانت تعرف بانني طفل، علاه ضربنا بالشكل هذا؟ وقلت له الحاجه الثانيه، دير لي اوتوريزاسيون سبيسيال نروح لغويانا نسال الجزائريين اللي فيتوهم لغويانا علاه تلفيتوا لهنا. قالت لي هذه غويانا مساله لازمها ترخيص من وزاره الدفاع. قلت له اذا ما يمكنش نزور فرنسا انا. يعني نتكلم وانا من زمان وانا نطرح مثل هذه القضايا، ونرفض السلطه القائمه انها توظف التاريخ وتوظف الذاكره لخدمه أغنى. خلينا استاذ بعقبة، يجب ان نعود الى السيد محمد الداوي. سيد محمد الداوي تفضل، كان ينقطع، تفضل وتفضل برايك. انا اوافق الراي الاستاذ سعد، اوافق استاذ سعد على انه البرلمان كان يجب عليه ان يستقيل، وهذا الكلام اللي تفضل به الاستاذ سعد احنا قلناه في البرلمان، ولكن للاسف حزب الكرامه كنا نملك ثلاث نواب، والعام الخاص يعرف أنه السبع سنوات الأخيرة من حكم الرئيس بوتفليقة رحمة الله عليه، أنه كانت يعني البرلمان كان عبارة على
يعني صندوق باري كشرة لما يجيب القانون يقول لن تتغير منه ولا فاصلة، وفعلا يعني لحقنا المهزلة. البرلمان اللي جاء بعده تقريبا نفس الشيء 2017-2022 تقريبا نفس الشيء. ولكن أنا أريد أن أقول أنه جزائر ما قبل الحراك ليست جزائر ما بعد الحراك، فجزائر ما بعد الحراك بفضل شباب الحراك الأصيل الآن الجزائر تصحح فيها كثير من الأشياء. شباب الحراك ونساء وكثير في السجون شباب الحراك، وكثير منهم الآن راهم وزراء وراهم مسؤولين وراهم أيضا فاني في الجهة الثانية. وبالتالي أنا دعني أقول أستاذ جمال أن الأمور في الجزائر شيئا فشيئا تمشي إلى الأحسن. لما نتكلم على قضية جريدة قضية النيويورك تايمز على أساس أنها يعني جريدة الأولى مثل ما تفضل الأستاذ ضيفك على أنها الجريدة الأولى في العالم وكذا، ولكن لا ننسى أن هذه الجرائد أو هذه القنوات ليست قنوات حرة، القنوات هذه عندها خط وعندها ممولين وعندها ناس من وراها وتفرض عليها بعض الآراء، ليست حرة 100%. ولكن ما مصلحة سؤال مرة أخرى تتكرر هذا السيد محمد الدوي، ما مصلحة نيويورك تايمز في قضية جانبية إذا أرادت فعلا أنك مثل ما كان يقول أنيس القامة أن تضر بالنظام الجزائري؟ لديها قضايا أهم من هذا، هي حصلت على وثائق ثم موثقة وأشارت إلى هذا الموضوع أن السلطات الجزائرية تعرف، وكان هناك اتفاق مع السلطات الفرنسية. تسأل إليزي مكتب ماكرون يحيلها إلى وزارة الخارجية الفرنسية تبلغها بأنه الاتفاق بين الطرفين، أن السلطات الجزائرية حسب الخارجية الفرنسية تعرف هوية هذه الجماجم وأرادت أن تحقق النظامين الحكومتين الفرنسية والجزائرية يعرفون ذلك، وأرادوا المضي في إعطاء صورة أنه مكسب دبلوماسي ما حدث. وكنا نتابع هذا الاحتفال الكبير تبون شنقريحة وغيرها. أستاذ جمال نحن لنفرض هي القناة من المستحيل أنها تكون حرة، من المستحيل أن تكون حرة. القناة تمشي على خط وتعليمات المالكين المساهمين، وهؤلاء المالكين والمساهمين لهم مصالح في مختلف دول العالم. نحن نعرف الآن والعام والخاص يعرف أن الجزائر تقلق كثير من الدوائر في العالم، سواء صحيفة نيويورك تايمز بالمناسبة صحيفة مستقلة يعني معروفة ومكشوف كل يعني تمويلها، ولكن الاستقلالية ولكن استقلالية القناة ليست استقلالية مطلقة. الاستقلالية هي استقلالية جزئية، استقلالية نسبية، وعندها خطها وعندها مصالحها ومصالح المالكين. طيب بس ماذا عن نعود إلى تشير إلى تجريم الاستعمار. كنت تقول في الجزائر القديمة كان بوتفليقة ولم يتم المضي في تجريم الاستعمار. مؤخرا فقط أحد نواب حمص في الجزائر الجديدة عاد إعادة إحياء موضوع تجريم الاستعمار، ولكن تم خنق تلك المبادرة الآن في هذا البرلمان الجديد في الجزائر الجديد. يبدو أننا فقدنا السيد محمد الدوي. أنيس القامة، يعني ماذا يقول هذا الموضوع عن العلاقة بين الجزائر وفرنسا ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز؟ يعني مش نجاوب نقطة صغيرة تعقيب، يعني نشوفوا هكذا نقولوا ربما الشروق والنهار هما اللي عندهم استقلال تام وهما اللي يعطوا المعلومة الصحيحة. بالطبع كاين ضغوطات على كل القنوات وكل الصحف، ولكن لا نستطيع أن نقول أن نيويورك تايمز خاضعة لبرنامج يعني أمريكا ولا القوة الأمريكية بين قوسين. فيما يخص العلاقة الجزائرية الفرنسية فيتضح أنه فرنسا لن تتكلم، وربما كانت على دراية أنه هذه الجثث وهذه الجماجم لم تكن كلها لمقاومين جزائريين، وتركت هذا الملف للنظام الجزائري، لأنه فرنسا هي عارفة أنه النظام الجزائري هو بحاجة، خاصة في الفترة أين قاموا بتقديم هذه الجماجم، هو بحاجة إلى تضخيم ونوع من الشرعية التاريخية، لأنه على أرض الواقع في مجال
الاقتصاد وفي المجال المعيشي هناك تدهور تام للقدرة الشرائية في الجزائر، وهناك تدهور تام في كل أنحاء الجزائر، وفي الصحة وفي التربية وفي كل يعني كل في كل الأشياء. الناس في الجزائر تشتكي من ندرة الحليب، من ندرة الخبز، وهذا ما يهم الجزائريين في الحقيقة، ليست كمشة الناس لضخم في هذه المواضيع باش تحصل على منصب في برلمان وفي مكان آخر في الدولة. عامة الجزائريين، أغلبية ساحقة للجزائريين، عارفين أن كل هذا التطبيل وكل هذا استعمال التاريخ هو بصدد يعني مناورة، وهو بصدد أنه يوجه الأنظار إلى مجال آخر من غير المشاكل اللي يعيشوها الجزائريين يوميا. وإحنا نقول أنه بالطبع في مسألة تجريم الاستعمار نحن كلنا كجزائريين ونحن كأحفاد شهداء وكأحفاد يعني الأبطال الشهداء الأبطال والمجاهدين، نحن نجرم الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي خاصة بطبيعته الاستيطانية من أبشع الاستعمارات في العالم، وقد يقارن مع الاستبداد البريطاني في أمريكا لما احتلوا أمريكا وقتلوا الناس. يعني كان هناك برنامج لقتل كل الجزائريين في بداية الاستعمار، ونعرفوا كانوا يحطوا الجزائريين في كهوف ويقتلوهم بالآلاف. يعني قاومنا أحد كبار الاستعمار والقوات العسكرية في العالم، نحن فخورون بذلك، ولكن لا نتقبل مثل ما لا نتقبل أن يستغل ديننا الحنيف في مسائل سياسية، لا نتقبل أن هذا النظام العسكري الدكتاتوري السلطوي يستغل هذا الملف الذاكرة، لأنه الذاكرة لكل الجزائريين. سيد الداوي عاد إلينا. كنت أسألك، أنت كنت تقول في الجزائر القديمة الجزائر بوتفليقة، وإن طبعا من يحاجج أنه لا ليس هناك تغيير، نفس الوجوه التي كثير منها ما كانت مع بوتفليقة، وتقسم بأنه برنامج فخامة الرئيس بوتفليقة ما زالت، تم عرقلة مشروع تجريم الاستعمار في الجزائر الجديدة مؤخرا. أحد نواب حمص على أساس أنه طرح الموضوع، ولكن خنقت مبادرة ذلك في البرلمان الجديد في الجزائر الجديدة. أستاذي الفاضل، هذا الموضوع أنا تابعته شخصيا يعني من موقعي كأمين عام لحزب الكرامة، واستحسننا المبادرة اللي قامت بها حمص، ولكن ما أعيب على الإخوة في حمص أنه قيل أنهم لم ينسقوا مع الكتل الأخرى، وأنت تعرف أنه قانون مثل هذا وأبعاده السياسية وموافقة السلطات، لأنه ليس بالشيء السهل أنهم يمررون هذا الشيء. أنا قلت لك أنه الوزير الخارجية أنه قال أقسم أنه لن يمر، وفعلا لم يمرر. فأنا متأكد للأسف، أنا أقولها لك بكل صراحة، لو كان الإخوان في جبهة التحرير ولا في التجمع الوطني الديمقراطي هم اللي قاموا بهذا المبادرة، ربما لمررت هذه المبادرة، والإخوة في حمص يعرفون هذا الكلام. وبالتالي فكلمة التنسيق التي طرحت في ذلك الوقت وتكلم بها رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني قال الإخوان ما نسقوش معنا، يعني للأسف هناك تجاذب حتى بين الكتل الكبرى في البرلمان. ولكن الآن الشعب الجزائري والوضع الجديد لن يرضوا إلا بأنه يجرم الاستعمار مثل ما هم مجدوا الاستعمار، ومثل ما أنهم يدافعون على ممتلكات الأقدام السوداء وغيرها ما يتم غيره هنا أيضا. طيب. في الآن البرلمان الجزائري والطبقة السياسية، كثير من شباب الطبقة السياسية والفاعلين في الطبقة السياسية، أنهم يريدون أن يمرروا هذا الموضوع. الأخ قام بتكلم على قال أنه النظام الجزائري العسكري، هذا الكلام أنا نظن أخي قام أنه ولا هذا الكلام. إحنا الآن عندنا رئيس مدني ما عنده حتى خلفية عسكرية، رئيس مدني يحكم الجزائر بالشرعية، يحكم الجزائر كمنتخب وليس بنسبة 90% و80% مثل ما كنا نشوفه في السابق. أعتقد أنني إذا كنت أتذكر هي نسبة 56%. الجزائر الآن تتجه شيئا فشيئا إلى أنها تسترجع عافيتها، وإحنا متأكدين أنه في نهاية هذه العودة للرئيس تبون 5 سنوات اللي هي قتلها 2 سنين وتنقضي، متأكدين أننا الجزائر تجد نفسها أنها قطعت. طيب. صوت كبير في الإصلاحات. سيد محمد الداوي كنت سألتك على وزير الخارجية الفرنسي. جمال، تفضل.
استاذ جمال، انت الاخ قام تكلم على قضيه اننا لا نوظف الذاكره، فانا مش عارف واش نقول. انه اي ملف تعمل عليه الرئاسه الجزائريه وتعمل عليه الحكومه الجزائريه الا ويقال لا توظفون هذا الملف. في وقت سابق تكلمنا على قضيه الانجاز، اننا استطعنا اننا نفتك نقل الغاز من النيجر عبر نيجيريا الى الجزائر، فقيل لا توظفون هذا الملف. طيب لكي لا نضيع في تفاصيل اخرى، سيد محمد الداوي سالتك سؤال، كنت شيل وزير الخارجيه الفرنسي اعتقد كوشنر حينها عندما كان انتقد وزير المجاهدين حينها في الجزائر، ولكن وزير المجاهدين يقال انه مقيم في فرنسا. ما ردك على هذه ازدواجيه الخطاب وريع الذاكره من المسؤولين الجزائريين في المقابل يقيمون في فرنسا ولهم مصالح في فرنسا وعقارات في فرنسا وغيرها؟ والله يا استاذ انا هذه من المضحكات المبكيات. يعني انا فعلا انا يغيظني حاجه كما هذه، وما نبغيش حاجه كما هذه وتمس بكل الجزائريين. اذا كان وزير المحاربين ووزير كبير المحاربين ووزير المجاهدين يروح يقيم في فرنسا فهذا شيء غير مقبول. ولكن للاسف انا قلت لك السبع سنوات الاخيره من حكم الرئيس بوتفليقه رحمه الله عليه يعني كانت سيئه كثيرا بالنسبه للجزائريين، وهذا شيء ما كان ينبغي. ورحمه الله على الرئيس الراحل هواري بومدين اللي ما حبش يروح لفرنسا وما حبش يعالج في فرنسا وما حبش يزور حتى فرنسا، لانه فرنسا هي التي قتلت الجزائريين وقتلت. وبالتالي نتمنى اننا في الجزائر الجديده ان هذه الامور سعد بعقبة اعود اليك. الجزائر الجديده، أستاذ سعد بوعقبة، الجزائر جديدة حرب لاسترجاع كرامة المواطن كما قال تبونا، ما أنه في العلاقة مع فرنسا هناك ثابت ومتحولات، جزائر جديدة وقديمة. أنا أقول الأخ تاع كرامة، أنا نتذكر باللي حزبهم كان على رأسه أعتقد حبيبي، وكان نفس الخط السياسي اللي يقول فيه ذرك يقولوا على على على, على بوتفليقة، يعني الى درجه ان كنتوما في المغاربيه كنتوا تجيبوا حبيبي هذا وكنموذج للشيتا للنظام القائم. يعني انت تقصد تقصد بن حمو؟ طبعا السيد الداوي قال بان ذلك عهد قديم والكرامه جديده، حزب كرامه جديده في الجزائر الجديده. يعني نفس المفردات، نفس الخط السياسي اللي توفا بيان، نفس الحكايه. انا نقول للاخ لما يقول باللي البرلمان الحالي فيه الشباب، هل حقيقه لو كان الشباب اللي في البرلمان يمثل الشباب الجزائري حقيقه، هل يقبل ان 500 شاب جزائري يدخلون السجن بسبب ارائهم؟ هل لو كان ال 500 شاب اللي راهم في السجن الان بسبب ارائهم، لو كانوا هما اللي في البرلمان يقبلوا يسجنوا هؤلاء اللي في البرلمان على ارائهم؟ اترك له الاجابه فقط، لانه فعلا البلاد راح تعيش محنه حقيقيه، وسببها هو هذه المغالطات اللي تم على 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 مستوى صناعه مؤسسات متروكية سيناء لا علاقة لها بالشعب، مبنية على الحيلة السياسية وعلى الفساد وعلى الجهوية وعلى الشيتا وعلى كل الأمراض الاجتماعية اللي أنجزها النظام اللي استمر من 99 حتى الآن هو يشوه بالبلاد. أستاذ سعد بوعقبة أستسمحك، يجب ان اعطي حاجه ثانيه. لو كان مؤسسات الدوله، لو كان مؤسسات الدوله كان فيها الجزائريين اللي مثل الشعب حقيقه مثل البرلمان، كان هذا اللي قال نسترجع ندير حرب لاسترجاع كرامه المواطنين، هؤلاء يحولوه للعداله، لان ما كانه يقول باللي الجزائريين بلا كرامه. انا ما نملك حتى شيء في البلاد هذه الا كرامتي، ما مانيش تعد ان واحد يقول باللي كرامتي هي محدوده. انا اهم شيء عندي الان في حياتي في الجزائر هو كرامتي، ما اداها لي حتى واحد وما ينجم يديها حتى واحد، حتى ولو كان مت. اذا كان بي 26 ما نجمتش نحيها لي، ينحيها لي واحد ضرب ويقول باللي انا كرامتي يرجعها لي هو. يعني فعلا حتى المستوى تاع
المسؤولين اللي عم يحكموا في البلاد الان، هذا المستشارين في الرئاسه وبالحكومه وفي البرلمان وكذا، لو كانوا يعرفوا علاه يقبلوا انه يسب الشعب الجزائري يقول له انت بلا كرامه وراح نرجع لك كرامه، ويطلب من الشعب الجزائري يلتف حوله. يعني الشيء اللي ينور الشعر في اصل اصلا. طيب سيد محمد الداوي اعود اليك، تفضل. أستاذي الفاضل، أنا دائما كنت نقول للأخ أستاذ السعيد أنك منارة في الجزائر وأننا نستنير برأيك، ولكن ربما الفرق بيننا أننا نزرع التفاؤل، لما نشوف ضوء ونشوف أمل نتعلق به، والله ما عدنا ولا لأي شخص إلا لله سبحانه وتعالى ولأفكارنا. أنت تكلمت على قضية أننا في نفس الأفكار ونفس الخط السياسي، احنا نشوف الآن جزائر جديدة، نشوف في جزائر تصنع، احنا وش عندنا؟ هل عندنا احنا كتلة كبيرة في البرلمان؟ هل رانا عندنا وزراء في الحكومة؟ ما عندنا حتى حاجة، نحن الآن نواجدون مع الشعب في قرانا، ولا نسكن حتى في داخل المدن، بل نسكن في قرى وفي بلديات نائية. أستاذ سعيد، احنا نملك كرامتنا، ولهذا سميناه حزب الكرامة. نحن نعرف أن وأنت تعرف العربية مليح، وأنت يعني صحفي قديم وأستاذ علوم سياسية، لما نتكلم على الكرامة فكرامة الجزائريين مست في كثير من الجوانب، مست في حياتهم السياسية، مست في حياتهم الاجتماعية، مست في حياتهم الاقتصادية. الجزائريون تعرضوا لربما يعني ذل، وبالتالي فنحن الآن نطمح في الجزائر الجديدة، ولهذا سمينا حزب الكرامة، سميناه بهذه التسمية. احنا لما أسسنا هذا الحزب كنا بين عدة تسميات، هل نسميه ما نش عارف أنا الشعب، هل نسميه كذا، ثم استقرينا على أننا نسميه حزب الكرامة، لأننا نعرف أن الجزائري عنده كرامته وعنده نيفو، ولا يسمح أن يدوسها له أحد ما تفضل. فالآن نحن يعني نزرع ونشيع خطاب الأمل، لأننا فعلا نرى أمل، أما غيرنا للأسف فأنه يريد أن تكون الجزائر يعني في مستوى فرنسا اللي عندها ربما من 1889 في القرن قبل الماضي دارت الثورة نتاعها. الجزائر ما تقدرش تكون كما أمريكا الآن اللي هي عندها ربما 200 سنة أو أكثر من الاستقلال. فالجزائر دولة استقلت منذ 60 سنة. الجزائر للأسف حتى أن الجزائر لم تستقر ولا 10 سنوات، كل 10 سنوات إلا وكان مشكلة. نحن نطمح الآن أننا نبني الجزائر معا بإشاعة الأمل وبإشاعة أننا نقوم حتى المخطئ، نقوم المخطئ مهما كان سواء كان رئيس للجمهورية أو كان رئيس للحكومة أو كان حزبا سياسيا أو كان جريدة، نقومه ونحافظ على هذه البلاد ونحافظ على أمنها ونحافظ على استقرارها، وليس لنا غير ذلك. الوقت دائما أنيس القامة، نختم معك قبل أن نعود للأستاذ سعد بوعقبة. جزائر جديدة كما يقول سيد محمد الداوي وزرع الأمل، أم أنه بما تفجره نيويورك تايمز بأنه مزاعم تستمر نفس المزاعم، محاولة الإبراز إنجازات في مقابل يتضح في النهاية أنها كلها مزاعم مثل ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، طبعا حينها تم استقبال هذه الجماجم في سياق ما بعد قمع الحراك كذلك. طبعا لا أخوض في مسألة البرلمان، لأنه أنا لا أعترف تماما بالبرلمان الجزائري الحالي، ولا أعترف بصفة برلماني لهذا الأخ. أنا نخاطبك بكل احترام كجزائري، كأخي جزائري، ولكن أنا عندي ليس برلماني، لأنه البرلمان انتخب ب10% على الأكثر وذلك بالتزوير. أما فيما يخص زرع الأمل أو التشاؤم وشيء آخر، أنا شخصيا لا أرى أمل في ديكتاتورية التي تسجن أولادها بسبب بوست في الفيسبوك ولا بسبب يعني رأي في الفيسبوك. لا أعترف بهذا النظام اللي أدخل الجزائر في 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 يعني في مشاكل كبيرة، ونرى يعني نشوف الآن أنه الجزائريين ما عندهمش أشياء بسيطة اللي كانت عندهم 10 سنين من قبل ولا 20 سنة من قبل. وهذا يعني حتى لو أردنا أن يكون فينا أمل، فأنا ليس لدي أي أمل في هذا النظام السياسي. لما يأتي نظام
خارج من رحم الشعب الجزائري، ولما ينتخب الشعب الجزائري الناس اللي نشوفوا فيهم ويكون عندنا ثقة، يلو كان صح نصبروا عليهم ماشي مشكل. حقيقة أنه فرنسا ليس 1889 ولكن 1789 الثورة الفرنسية، وأمريكا أيضا خدات الاستقلال تاعها منذ 200 سنة شيء آخر، ولكن نقارن أنفسنا بدول أسيوية مثل فيتنام أو دولة مثل الجزيرة الصغيرة سنغافورة اللي أصبحت في عدة الميادين منارة في العالم، يعني من حيث التربية ومن حيث التعليم ومن حيث يعني سنغافورة دائما من 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 أكبر دول في العالم وهي جزيرة صغيرة. نستطيع أن نقارن أنفسنا مع دول إفريقية مثل رواندا اللي كانت في حرب أهلية في التسعينات، مثل إثيوبيا للآن عندهم مؤشر نمو اللي فيه 10% 15% اللي عندهم نمو كبير. حتى لو كان نخليه قضية الديمقراطية من جهة، ما نتكلموش على الديمقراطية، نقولوا أن نغمضوا عيننا ونخلوا هذا النظام الجزائري ولو كان غير شرعي يشغل، حتى هكذا وما عندهمش كفاءات. كونوا ديكتاتورية ولكن كونوا مثل الصين، خرجوا 400 مليون شخص في الصين من الفقر إلى الرفاهية في الصين بفضل إصلاحات دينغ شاوبينغ وما جاء بعد السبعينات. في رواندا ديكتاتورية عسكرية في على رأسها بول كاغامي، ولكن أراهم يخرجوا الناس من الفقر ويقوموا بإصلاحات وأصبحت رواندا فيها من أفضل يعني جو للشركات النامية خاصة في ما يسمى بالستارت أب. شكرا جزيلا الأنيس القامة وأستاذ سعد بوعقبة، نختم معك. واش نقول لك، أنا نبصم بالعشرة على واش قالوا الأخ أنيس. هذا يعني فعلا هاول الشخص اللي المناسب اللي يكون عنده الاعلام، هذا هو اللي انا مانيش ضد. انا يعني يحكمني العسكر بصح يكون عسكر منحاز للشعب وعادل وينمي البلاد، يعني كما كان في وقت بومدين كان 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 ديكتاتوري وقام على الحريات، ولكن كان الجيش خدام للشعب، كان منحاز للشعب. ما كناش نشوفوا مظاهرات من المواطنين يعيطوا مدنيه ماشي عسكريه، بالعكس. ولكن استاذ سعد بوعقبة فيما يخص التاريخ، يعني قد يقول هناك اتهامات الان للنظام الحالي بالتستر في 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 قضيه الجماجم في عهد بومدين، عارف الجزائريون لاحقا بانه كانت فرنسا تقوم بتجارب نوويه وكيماوية خطيرة في الصحراء الجزائرية حتى 69. ما هوش صحيح الكلام هذا. الناس اللي يقولوا الكلام هذا هم جماعة الحكومة المؤقتة اللي وقعوا على بقاء الجيش الفرنسي والتجارب النووية والبيولوجية وبقاء الجيش الاستعماري 25 سنة، ولكن النظام تاع بن بلة وبومدين خرجوه في 5 سنين فقط، ما يحسبولوش أنه اختصر 25 سنة في 5 سنين ويحسبوا له انه جرى تجارب فيما بعد، لانه فعلا لانه جرى تجارب صح في 67 وكذا، لان كاينه الاتفاقيه تاع فيينا. ما تغلطوش الشعب بالحقيقه. لا 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 لا. قول اذا كان بعد ما خرجوا الفرنسيين بعد 68 ولا 70، اذا كان تجارب في الصحراء ولا كذا، ما مثل هذه الامور، هذه هي اللي تخلي الجزائريين يفقدوا ثقه في انفسهم، ويجيو ناس كيما ماكرون وجماعته يعاتوا بنا، يعطونا جماجم من تركيا ونبنيوا عليها خط سياسي عظيم وانفتاح سياسي في السقط، ونبنيوا عليه سياسه تاع البلاد وننساو مسائل الحيويه تاع الذات ونروحوا فيها. حتى لو كان نيويورك تايمز تتامر على الجزائر، علاش انت تعطي الفرصه للفرنسيس باه يديروا لك هذا اللغم التافه في مثل هذه القضيه حتى يستغلوها الامريكان، على فرض انهم استغلوها للتأسين في العلاقات الجزائريه الفرنسيه حتى لا تبيع الجزائر الغاز تاعها لفرنسا وتتخلى عليه وامريكا تبيع الغاز تاعها لفرنسا. اذا كان هذا هو المطروح، يعني فعلا هذه المسائل الحيويه، وكان عندنا برلمان مقدود وعندنا حكومه مقدوده، مثل هذه القضايا تدرس في المؤسسات تاع الدولة، ما كناش نقع في مثل هذه الأخطاء
ما كناش نبني ما يسميه الأخ بالأمل على 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 سراب ماهوش حقيقي. يعني الأمل لازم يكون عنده عمل، ماهوش الأمل هكاك فقط. قالنا أنا والله يعني النوايا أنا نبني البلاد، النوايا لا توكل الشعب الجزائري خبزا. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعد بوعقبة الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمة سكايب. شكر موصول لسيد محمد الداوي أمين عام حزب الكرامة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان سابقا، وشكر لأنيس القامة الناشط في الجالية الجزائرية كان معنا عبر خدمة سكايب كذلك من باريس. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. رحم الله شهداء الجزائر، وإلى اللقاء.